أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة تصميم الشعارات على برنامج إلستريتر. في هذه المحاضرة راح نصمم شعار الحلقات الأولمبية، وطبعا في البداية راح نفتح مساحة جديدة بمقاس 1750 بيكسل. جيد، الآن راح نرسم دائرة طبعا بهذا الشكل. هذه هي الدائرة، وطبعا راح يكون بلا تعبئة، وراح نملأها بلون مثلا هذا اللون أو هذا اللون اللي هو اللون الأزرق. جيد، طبعا هذه الدائرة راح ناخذ كوبي، يعني نستنسخها كنترول سي، ونجي إلى أديت، وطبعا نختار بيست إن بليس، يعني راح يتم عملية اللصق بنفس المكان. جيد، هذا الجزء اللي لصقناه نحدده وكليك أيمن، ونجي إلى Transform Scale، أو نضغط على المفتاح S من لوحة المفاتيح ومن ثم Enter. طبعا راح يكون السكيل هو 100، راح نخلي السكيل هو 75، راح نخلي 75 ومن ثم OK. جيد، الآن صارت عندنا دائرة صغيرة أصغر من هذه الدائرة الكبيرة. راح نحدد الدائرتين، ومن ويندو أدوات الباث فايندر، طبعا هذا اللي هو شيفت F9، وراح نضغط على ماينس فرونت، راح يصير عندنا حلقة. راح نحدد هذه الحلقة ونضغط على المفتاح Alt، وطبعا شيفت Alt مع شيفت، ونستنسخها بمسافة. هذه المسافة تقريبا، هذه هي المسافة. الآن راح أضغط على Ctrl D حتى يسوي لي نسخة ثالثة. راح أحدد هذه الحلقتين وألت أستنسخن، وراح أخليهن بهذا المكان بحيث ألاحظ أنه هاي المساحة نفس هاي المساحة، يقطع لي هذا الجزء، أو بإمكاني أنزلهن قليلا بهذا الشكل. جيد، الآن راح أجري ألوان. هذه هي الدائرة، راح نضيها اللون الأسود. هذه هي الدائرة، راح نضيها اللون الأحمر مثلا هذا اللون، وهذه الدائرة اللي بالأسفل راح نضيها اللون الأخضر مثلا هذا اللون، والدائرة اللي بالأسفل الأخرى راح نضيها اللون الأصفر. جيد، الآن راح أحدد كل هذه الدوائر، وأيضا من أدوات البايفاندر راح أختار الديفايد. ديفايد يعني تقسيم، راح يقسم لي هاي الأجزاء المتقاطعة. جيد، شنو الغاية؟ الغاية أنه هذا الجزء المتقاطع راح أنطيه من أداة الآي دروبر نفس لون الحلقة، حتى يبين لي كأنما هاي الحلقة بداخل الحلقة الأخرى، كأنما الحلقات متداخلة. نحدد هذا الجزء ومن أداة الآي دروبر أيضا بنفس الطريقة، هذا الجزء راح نحدده من أدوات الآي دروبر أيضا، وطبعا هذا الجزء من أداة الآي دروبر راح نحدد اللون الأحمر. أصبحت الدائرات بهذا الشكل متداخلة مع بعض. الآن عندما أريد أعطي ستروك أبيض لهذه الدوائر، لما أجي هنا إلى ستروك أبيض، ألاحظ أن الستروك راح يكون لكل الأجزاء المقطعة أو المقسمة. طيب شنو الحل؟ الحل أنه لابد أنه أدمجهن. كيف أدمج هذه الدوائر؟ من أدوات الباثفايندر عندي جزء اسمه مارج. الآن راح أدمج هذه الحلقات مع بعض. طبعا راح أحدد هذا الجزء مع بالشفت مع الجزء الثاني والجزء الثالث، ومن أدوات الباثفايندر أدمجهن. طبعا هذا الجزء راح ادمجه مع هذا الجزء ايضا بالشيفت، هذا الجزء راح ادمجه مع هذا الجزء بالشيفت، هذا الجزء راح يندمج مع الجزء الاخر بالشيفت، عندي هذا الجزء كله تم دمجه، هذا الجزء دمجناه، هذا الجزء تم دمجه. طبعا بامكاني انه ادمج هذا الجزء ايضا مع هذا الجزء أيضا، يعني هذه الدائرة كلها، هذه الدائرة كلها، هذه كملت، هذا الجزء أيضا تم دمجه، هذا الجزء تم دمجه. الآن راح أحدد كل هذه الأجزاء وراح أنطيها ستروك أبيض بهذه الطريقة. مثلا ممكن يكون ستروك
مثلا اثنين، جيد. فقط عندي هذا الجزء الدمجة مع الجزء الأزرق أيضا بهذه الطريقة، وأدمج معهم هذا الجزء أيضا من خلال المرج. ألاحظ أنه أصبح عندي هذا الستروك الأبيض اللي يعطينا جمالية. طبعا لا بأس، ممكن أنه الستروك يكون ثلاثة، جيد جميل، أو لا بأس يرجع اثنين. الآن أصبح عندنا هذا الشعار، شعار الحلقات الأولمبية، مكتمل بطريقة سهلة وبسيطة. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.